بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى في مقررنا حياة 4، حياة 318 للصف الثالث الثانوي، المسار العلمي، مجموعة العلوم والرياضيات. ولنتابع معاً الفصل الرابع من كتابنا المدرسي، موضوع الوراثة البشرية والوراثة الجزيئية. بداية نوقف عند أهم الأهداف اللي راح إن شاء الله نحققها في درسنا اليوم. أول هدف راح نوقف فيه إن شاء الله بشكل تفصيلي بالرسم، راح نوضح زين، راح نوضح تركيب الدي إن إيه. تركيب الدي إن إيه أيضا بعد ذلك راح نوضح خطوات تضاعف جزيء الدي إن إيه. فإذا راح نركز في موضوعنا اليوم تركيب جزيء الدي إن إيه، ثم بعد ذلك راح نوقف بشكل أيضا تفصيلي ونشوف خطوات تضاعف جزيء الدي إن إيه. نبتدي في البداية ب أول جزء وهو تركيب جزيء الدي إن إيه. من خلال الشكل الظاهر أمامنا التوضيحي بيظهر إلينا جزيء الدي إن إيه بهذا الشكل. راح أمشي مع هذا الشكل علشان يكون عندنا هذا التصور. فإذا جزيء الدي إن إيه من خلال هذا الشكل الظاهر، والجزء اللي حاولت أوضحه بيظهر إلينا أعزائي الطلبة على شكل شريطين. شريطين يلتفان حول بعضهما بشكل لولب أو حلزون أو يسمى سلم. فإذا أول جزء راح نوقف عنده لتركيب جزيء الدي إن إيه، نشوف الشكل العام إله. في الشكل العام إله راح يظهر إلينا على شكل شريطين يلتفان حول بعضهما البعض على شكل حلزون أو سلم أو لولب. هذا الشريطين اللي بيلتفان، بنلاحظ هذه الشريطين اللي بيظهروا لنا في الجانبين، هذا الجانب وهذا الجانب، بنلاحظ أن هاي الشريطين بيتكونون من سكر خماسي رايبوزي منقوص الأكسجين ومجموعة الفوسفات بيتبادلان بشكل متبادل. يعني هني في الجانبين راح نشوف السكر مع الفوسفات والسكر وهكذا على طول الشريطين. هذا الجزء الأول اللي بيتكون منه أو بيتركب منه عفوا جزيء الدي إن إيه زين، اللي هو عبارة عن الشريطين اللي بيظهرون في الجانبين. بينهما ماذا يوجد؟ لو تابعنا نشوف إن بينهما راح يظهر إلينا القواعد النيتروجينية. القواعد النيتروجينية، هذه القواعد النيتروجينية. لكن قبل لا أوقف عند القواعد أعزائي الطلبة النيتروجينية، أيضا راح أوقف عند الشريطين اللي في الجانبين تكلمنا عنهم في الشريحة السابقة، وهذه الشريطين أو السلسلتين خلينا احنا نسميهم اللي قلنا ذكرنا أنهم يتكونون من السكر الخماسي الرايبوزي المنقوص الأكسجين مع مجموعة الفوسفات. فبالتالي لو نظرنا إلى هذه السلسلة الموجودة على الجهة اليسرى، نشوف أن هذه السلسلة هذه عبارة عن السكر الخماسي المنقوص الأكسجين وهكذا بهذا الشكل إلى نتابع في الأعلى، بترتبط أو بتتصل بمجموعة الفوسفات وهكذا. مجموعة الفوسفات تتتابع سكر خماسي ومنقوص الأكسجين، ووضحنا في درسنا السابق ليش سميناه منقوص الأكسجين عدل. أعزائي الطلبة إذا تذكرون أذكركم مرة أخرى أن ذرة الكربون هنا رقم 2 ما تتصل أو ما يوجد فيها الأكسجين،
فقط الهيدروجين، فلذلك راح يكون منقوص الأكسجين. ليش؟ لأن في السكر الخماسي هني موجود الأكسجين، وهني ذرة الكربون رقم واحد، وهذه اثنين، وهذه ثلاثة، وهذه أربعة، وهني راح تكون رقم خمسة. عدل؟ هذه السلسلة اللي على الجهة اليسرى. لو باجي إلى هذه السلسلة، منلاحظ هذه السلسلة أيضاً مكونة من السكر الخماسي المنقوص الأكسجين. لكن عزيز الطالب لاحظ كيف بيكون شكل السكر الخماسي اتجاهه. الشكل هو مشابه في التركيب لهذا السكر، لكن اتجاهه. لاحظ وياي عزيز الطالب أن السكر الخماسي بتكون ذرة الأكسجين موجودة في الأسفل وقاعدة السكر موجودة في الأعلى، معناته هنا بيكون رقم واحد للكربون، وهذه رقم اثنين، وهذه ذرة الكربون رقم ثلاثة، وهكذا، وهني أربعة، وهني راح تكون خمسة، وهكذا في التتابع إلى السلسلة الموجودة في الجانب الأيمن لشريط الدي إن إيه. زين، هذا عبارة عن السلسلتين اللي بيكونون إلي شريط الدي إن إيه. برجع إليهم مرة أخرى بأوضح جانب ثاني. ننتقل إلى القواعد النيتروجينية. القواعد النيتروجينية اللي بتكون جزء الدي إن إيه وبالتالي بتكون النيكلوتيدات هي عبارة عن القواعد النيتروجينية أعزائي الطلبة اللي درسناها في وين؟ في درسنا السابق لما تعرفنا على مجموعة البايورينات والبريميدينات. عدل؟ تتذكرون؟ فقلنا البايورينات مكونة من الأدونين والجوانين، والبريميدينات تتكون من الثايمين واليوراس، وبتكون اليوراسين في الار ان اي، عفوا لا توجد في، لا يوجد في الدي ان اي، ويوجد معها ايضا الثايمين، يوجد مع الجوانين، عفوا السيتوسين. فلذلك بنلاحظ انه موجود عنده، معناته بيكون الادونين، وبيكون عنده الجوانين، وموجود عنده الثيامين، وموجود عنده السيتوسين. زين، نشوف طريقة الترابط. بيكون قاعدة الأدونين مثل ما ذكرنا بتتصل بالثايمين، يعني الأدونين من البيورينات بيتصل بالثايمين من البريميدينات برابطتين، بينما الجوانين من البيورينات بتتصل بالسيتوسين من البريميدينات. عزيز الطالب خلنا أعلمك طريقة تساعدك في عملية الربط. يعني الجوانين ماخذ شكل حرف هني، حرف الجي منحني، والسيتوسين أيضا أوضحها لك هني، السيتوسين بهاي الشكل أيضا حرف السي منحني، فالجوانين مع السيتوسين بتكونون عادة مع بعض، بيكونون ما بينهم بتوجد روابط هيدروجينية ثلاثية، بينما الأدونين بيكون مع الثايمين. زين، شلون بتكون عملية الترابط؟ إن قاعدة بتكون عبارة عن الفوسفات مع مع السكر المنقوص الأكسجين بيتصل برابطة، يعني أخذ هذه رابطة هني موجودة، والسكر المنقوص الأكسجين بدوره بيتصل بجهته برابطة مع القاعدة النيتروجينية. إذا نتذكر المعلومات السابقة أيضا بنشوف إن هذه الرابطة بتكون تساهمية، تكون قوية، بينما الروابط الموجودة ما بين القواعد النيتروجينية راح تكون روابط أما أنها ثلاثية أو ثنائية. هذه بتكون هيدروجينية ثلاثية، وهذه بتكون هيدروجينية أيضا ولكن ثنائية. يمكن تسأل عزيز الطالب هني نفس الطريقة أيضا في السلسلة الأخرى؟ نفس الشيء، صح، السكر راح يكون وضعه بشكل معاكس مختلف، لكن أيضا راح يكون هني رابطة تساهمية وهني رابطة تساهمية. زين، بينما في الوسط ما بين القواعد النيتروجينية راح تكون موجودة روابط هيدروجينية ثنائية أو ثلاثية. زين، هذا جانب. فإذا تعرفنا أعزائي الطلبة على تركيب جزيئي الدي إن إيه من خلال هذا التركيب الجزيئي اللي فردنا فيه الشريطين، فتعرفنا الجانبين مال الشريطين
وفي الوسط كيف تنتظم القواعد النيتروجينية. نقطتين راح أوقف عندهم أيضا. إذا لاحظتونا أعزائي الطلبة، هني الثايمين مع الأدونين، سايتوسين مع الجوانين، هل بياخذ نفس الترتيب ويمشي؟ لا، يمكن يكون العكس، يجي لي معدين الأدونين مع الثايمين، يجي الجوانين والسايتوسين، يمكن تتكرر أيضا قاعدة الجوانين والسايتوسين، وهكذا حسب المعلومات الوراثية اللي يحملها هذا الدي ان اي اللي يمثل الجينات. هذه نقطة جدا حطها في اعتبارك عزيز الطالب. الشيء الآخر اللي راح نوقف عنده أيضا، زين، اللي راح نوقف عنده أعزائي الطلبة أبغى أوضحها إليكم وهي مهمة أيضا، هو عبارة عن هذا الرقم، رقم هني 3 وينتهي برقم 5، وهني هذه السلسلة تبتدي بخمسة وتنتهي برقم 3. أعزائي الطلبة ننتقل إلى السلسلة الأخرى في الجهة اليمنى، منلاحظ أن هذه السلسلة تبدأ بالرقم 5 أي 5 برايم أو 5 شرطة، وتنتهي ب 3 برايم أو 3 شرطة. أتوقع أعزائي الطلبة وضحت عندكم الآن الصورة، زين، لماذا تبدأ ب 5 برايم أو 5 شرطة وتنتهي ب 3 شرطة أو 3 برايم؟ هذا طبعا عندنا أعزائي الطلبة بالنسبة إلى تركيب جزيء الدي إن إيه، سواء كان من السلسلتين أو أيضا من ناحية اللي هو عبارة عن القواعد النيتروجينية اللي وقفنا عندها، وبالتالي بتربط السلسلتين معا. أكرر، هذه القواعد من وين؟ من اللي درسناه موضوعنا السابق من مجموعة البيورينات والبريميدينات، تضاعف جزيء الدي ان اي. جزيء الدي ان اي كيف راح تصير الى عملية التضاعف؟ زين، عملية التضاعف في البداية قبل لا نوقف عندها وأيضا بشكل تفصيلي راح أذكركم بمعلومة سابقة درسناها أعزائي الطلبة لما وقفنا عند موضوع الانقسام المتساوي والانقسام المنصف، فذكرنا بأن الخلية الجسدية في الانقسام المتساوي أو الخلية الجنسية أو التناسلية في الانقسام المنصف لما تمر بالانقسام في البداية راح تمر بطور بيني، في الطور البيني راح يصير تضاعف إلى جزيء الدي إن إيه، عدل؟ فراح يكون في تضاعف لجزيء الدي إن إيه. جزيء الدي إن إيه اللي بيتضاعف في الطور البيني في الانقسام المتساوي والانقسام المنصف، ما هي خطواته؟ هذه الخطوات أعزائي الطلبة نقدر نختصرها في هذه الخطوات الثلاث، الأولى فك الالتواء أو تفكيك الالتواء، والثانية ازدواج القواعد النيتروجينية، أما الخطوة الثالثة فهي عملية الربط. فإذا نقدر أعزائي الطلبة أن نوجز تضاعف جزيء الدي إن إيه بهذه الخطوات الثلاث اللي بتحدث بشكل متسلسل ومتتابع وسريع. الأولى فك الالتواء أو تفكيك الالتواء ما بين السلسلتين، وراح نشوف كيف راح تكون. الثانية الخطوة، وأكررها على أساس أعزائي الطلبة أبغيكم تركزون وياي إن شاء الله في هذه الخطوات، ازدواج القواعد النيتروجينية، أما الخطوة الثالثة فهي تتمثل في عملية الربط. نبتدي ندرس كل خطوة على حدة. أولا الخطوة الأولى فك الالتواء أو تفكيك الالتواء، راح أوقف في هذه الخطوة الأولى، وأعزائي الطلبة أبغيكم تركزون ويانا إن شاء الله على أهم الإنزيمات اللي راح تبتدي تعمل في هذه الخطوة علشان تكون مقدمة إلى الخطوة القادمة وهي عملية أو خطوة ازدواج القواعد النيتروجينية ثم عملية الربط. طبعاً ما دام قلنا إحنا فك الالتواء معناته راح تتمثل في حاجة
أساسية أوقف عندها ويمكن نوضحها من خلال هذا الشكل التوضيحي. أعزائي الطلبة، نشوف مع بعض كيف تحدث عملية فك الالتواء أو تفكيك الالتواء، ابتعاد شريطي الدي إن إيه عن بعضهما البعض. طبعاً جزء الدي إن إيه نلاحظ أنه بيكون عادة بهذا الشكل، جزء الدي إن إيه بيكون عادة بهذا الشكل، فبيكون هاي عبارة عن الدي إن إيه. اللي بيحدث إنه بصير فك التواء أو إبعاد الشريطين أو السلمين أو السلسلتين عن بعضهما البعض. يمكن أعزائي الطلبة أو عزيز الطالب تسأل تقول هل بصير إبعاد الشريطين عن بعضهما من الأسفل إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأسفل أو يبتدي في الوسط ويتحرك في الاتجاهين؟ ممكن لو تفكرت عزيز الطالب ما هناك خطوة أو اتجاه محدد، يمكن تصير التفكيك من الأسفل إلى الأعلى في هاي الشريط، في هاي الشريطين، أو من الأعلى إلى الأسفل، أو تبتدي العملية من وين؟ من الوسط. المهم اللي راح يحدث في هذه الخطوة إنه راح تحتاج أو راح يحتاج جزء الدي إن إيه إلى إنزيم، وهو عبارة عن إنزيم فك الالتواء الحلزوني. أكررها، راح يحتاج إلى إنزيم فك الالتواء الحلزوني أو يسمى بإنزيم زين فك حلزنة الدي إن إيه، أو يعرف ب الدي إن إيه هيليكيز، دي إن إيه هيليكيز، ما دام انه انزيم معناته هيليكيز تضاف الى اس اي زين، فبيكون دي ان اي هيليكيز، هذا اسم الانزيم. فاذا يسمى بانزيم فك الالتواء الحلزوني او انزيم تفكيك او فك حلزنه الدي ان اي او انزيم الدي ان اي هيليكيز. فهيليكيز فك ثلاثه احد هذه الاسماء كلاهما صحيحه زين. فهذا الإنزيم المشار إليه بهذا السهم زين هو اللي راح يحتاج إلى إنه بيتحرك، مثلا عندي في هذا الشكل الظاهر اتحرك هذا الإنزيم في هذا الاتجاه فأبعد الشريطين عن بعضهما البعض، ابتعدوا هذا الشريط عن هذا الشريط زين. أيضا علشان تتكونت إلينا معناته في هالحالة شريط في البداية مفرد، هذا الشريط وهذا الشريط، علشان تكون الأشرطة مفردة مبتعدة عن بعضها راح يدخل شنو؟ بروتين. البروتين راح يتصل بهذه الأشرطة المفردة، يعني هذا الشريط مفرد لو تابعته وهذا الشريط الثاني المفرد لو تابعناه زين. فهذه الأشرطة راح يتصل فيها بروتين علشان يبقى أو يساعد ويحافظ على ابتعاد السلسلتين أو الشريطين بشكل مفرد. بعد ذلك اللي راح يحدث إنه راح يتحرك إنزيم بيحتاج إليه، هذا الإنزيم راح أمسح هذا الجزء، هذا الإنزيم اللي راح يحتاج إليه راح يساعد في وضع RNA البادئ. ما شنو المقصود ب RNA البادئ وما هو هذا الإنزيم اللي راح يحتاج إلى DNA في تضاعفه علشان يوضع إلى هذا التركيب اللي يسمى بـ RNA البادئ؟ هذا الإنزيم يعرف بإنزيم بدء الـ RNA، إنزيم بدء الـ RNA أو الـ RNA بريماريز أو يسمى بـ RNA بريماريز أو إنزيم بدء الـ RNA. هذا الإنزيم بيتحرك في هذه المنطقة وراح يعمل على تجميع
مجموعة من النيكلوتيدات المفردة. هذه النيكلوتيدات اللي راح تبتدي فيها سلاسل الـ DNA الجديدة. يبتدي سلاسل الـ DNA الجديدة. هذه الجزئيات أو هذه النيكلوتيدات المفردة زين تسمى بـ RNA، بتكون البادئ. يمكن تقول عزيز الطالب موجود هني عندنا إنزيم بلمرة الـ DNA ما يقدر يجمع هذه النيكلوتيدات المفردة اللي بتمثل بداية انطلاق نسخ شريط الـ DNA الجديد. لا، ما يقدر هذا الإنزيم، إنزيم بلمرة الـ DNA، لأن هذا عادة بيكون لي قواعد نيتروجينية بشكل ثنائي. هني محتاج يبتدي نسخ الـ DNA الجديد هذا الشريط إنه يكون أو يوضع نيكلوتيدة مفردة أساس تمثل انطلاق إلى نسخ بقية النيكلوتيدات اللي تقابل الشريط الأصلي. هذا لماذا يكون هني موجود عندنا إنزيم بدء الـ RNA أو RNA بريماريز اللي هو عبارة عن إنزيم اللي بيجمع لي النيكلوتيدات المفردة، إلا بياخدها بعدين بيكون واحد من النيكلوتيدات المفردة هي بتقترب وبتقابل بعد ذلك زين بتبتدي منها بعدين بناء بقية النيكلوتيدات الأخرى إلا راح تكون لي شريط الـ DNA الجديد. فإذا في هالحالة معناته بتكون عملية أو بتكون أول خطوة خطوة فك الالتواء أو تفكيك شريطي الـ DNA. ألخصها لكم أعزائي الطلبة مرة أخرى علشان تتابعون ويانا إن شاء الله الخطوة الثانية وهي المهمة. فإذا أول خطوة فك الالتواء إنه راح يصير إبعاد إلى الشريطين أو للسلسلتين عن طريق إنزيم فك الالتواء الحلزوني أو إنزيم الـ DNA اللي هو الـ DNA هيليكيز. فهذا الإنزيم اللي راح أو إنزيم فك الحلزنة للـ DNA اللي راح يعمل على إبعاد الشريطين. بعد ذلك راح يتتصل السلسلتين ببروتين بتعمل على جعل السلسلتين هذين الأصليتين للـ DNA تكون مفردتين ومبتعدتين عن بعضهما البعض. بعد ذلك راح ينشط إنزيم بدء الـ RNA أو الـ RNA بريماريز هذا اللي بيجمع نيكلوتيدات مفردة بتقابل عندنا السلاسل الأصلية علشان تبدأ عن طريقه نسخ أو تكوين أو صنع شريط الـ DNA الجديد. ليش؟ أنه هي محتاج أن يبتدي بنيكلوتيدة مفردة عشان تصير عملية البدء في النسخ. ليش؟ لأن هذا الإنزيم ما يقدر يكون لي نيكلوتيدات مفردة، لأن دائما يجمع لنا هذا الإنزيم النيكلوتيدات الثنائية أو على شكل أزواج. هذا عندنا بتنتهي فك الالتواء. لو تابعنا بنشوف هذه طبعا الإنزيمات اللي نبغي نركز عليها، بنشوف فيها الحالة زين اللي هي ازدواج القواعد النيتروجينية، وهذه خطوة أعزاء الطلبة جدا مهمة. ازدواج القواعد النيتروجينية ووضحها في هذا الشكل ونتابع دراستنا على هذا الشكل. إن لما تبتعد السلسلتين عن بعضهما البعض، هذه السلسلة زين وهذه عندي أيضا السلسلة زين، فهذه السلسلتين الأصليتين. بعد ذلك اللي راح يصير إنه راح ينشط إنزيم يسمى بإنزيم بلمرة الـ DNA. هذا الإنزيم البلمرة مالت الـ DNA وهذا أيضا موجود في هذه المنطقة، إنزيم بلمرة الـ DNA، وبيكون أكثر من واحد. نفس الشيء أيضا حتى هذا المركب اللي تكون إلينا عن طريق إنزيم بدء الـ RNA بيكون لي مركب الـ RNA البادئ، ما بشوفه بس فقط في هذه الجهة، أيضا في الشريط الآخر، لأن كلا الشريطين الأصليين محتاجين أن يتم تصنيع إليهم شريط آخر جديد، فبالتالي راح أشوفه في هذا الجانب وفي هذا الجانب. لكن في ازدواج القواعد النيتروجينية زين بينشط هذا الإنزيم بلمرة الـ DNA وإنزيم موجود في الأعلى وفي الأسفل. إيش بيسوي هذا الإنزيم؟ إنزيم بلمرة الـ DNA هذا الإنزيم عمله الأساسي إنه بيعمل على تكوين أو تصنيع قواعد نيتروجينية أو نيكلوتيدات تقابل
القواعد النيتروجينية أو النيكلوتيدات الموجودة في الشريط بيكون الأصلي. فهذا بيمثل لنا شريط أصلي، وهذا أيضا بيمثل الشريط الأصلي. زين، فبالتالي هذا الإنزيم راح يبتدي يجمع نيكلوتيدات في هالمنطقة ويبتدي يبني ويصنع قواعد أو نيكلوتيدات تقابل القواعد أو النيكلوتيدات الموجودة على الشريط الأصلي. فإذا إذا كان هني مثلا، أعطيك عزيز الطالب، هني في هني قاعدة أدونين، معناته راح يوضع إليها نيكلوتيدة مقابلة راح تكون الثايمين. لو كانت هني موجودة قاعدة الجوانين، هني راح يقابلها يجيب إليها قاعدة شنو أو نيكلوتيدة عفوا السيتوسين، وهكذا. نفس الشيء بالنسبة إلى هذا الشريط الموجود في الأعلى، لكن في هناك اختلاف بينهما. ما هو هذا الاختلاف؟ إن من لاحظ إن أحد الشريطين ممكن يصير بناء الشريط زين بشكل سريع، الآخر يصير بناء الشريط بشكل متقطع زين، بعدين بصير عملية الربط. عملية الربط أعزائي الطلبة وضحت لكم عن طريق إنزيم ربط الدي إن إيه بيعمل على تجميع قطع أوكوزاكي مع بعضها البعض. لكن أيضا الآر إن إيه البادئ اللي تم تكوينه عن طريق إنزيم بدء الآر إن إيه فبيعمل على إزالتها، ومن ثم بتنتهي عملية التضاعف زين. ومنشوف عملية التضاعف هذا راح ينتج إلينا عبارة عن جزيئين من الدي إن إيه، كل واحد بيتكون من شريط أصلي وشريط بيكون جديد زين. ممكن يكون الشريط الأصلي زين إذا كان صار فيه عليه التتابع في الشريط الجديد بشكل مستمر، معناته في هالحالة راح يكون عبارة هذا الشريط الرئيس. أما الشريط الثاني يسمى بالثانوي إذا كان تم بناء القطع الدي إن إيه عفوا قطع النيكلوتيدات وتم دمجها اللي هي عبارة عن قطع أوكوزاكي، وتم بعد فيما بعد تم ربطها بواسطة إنزيم الربط، معناته في هالحالة راح يكون هذا الشريط ثانوي زين. ونحصل على جزيئين مكون على العموم كل منهما من شريط أصلي وشريط آخر جديد. طبعا في هذه الطريقة زين إذا حصلنا بهذا الشكل معناته تسمى عملية تضاعف جزيء الدي إن إيه شبه المحافظ. ليش؟ لأنه تكون الشريط الأصلي وياه الثاني الشريط الجديد، فتسمى تضاعف الدي إن إيه الشبه المحافظ. إلى هني بنكون خلصنا من خطوات تضاعف جزيء الدي إن إيه. نشوف الحين أعزائي الطلبة هذا النشاط السريع البسيط اللي نحاول نسترجع فيه معلوماتنا اللي درسناها في درس اليوم. فنشوف أول سؤال، أول سؤال بما يبدأ بناء شريط جديد من الدي إن إيه. زين، لما يبدأ إلينا شريط جديد من الدي إن إيه أعزائي الطلبة إذا تتذكرون في الخطوة الثانية اللي هي عبارة عن عملية ازدواج القواعد النيتروجينية، لما جينا ذكرنا أن قبل لا يتم بناء النيكلوتيدات الجديدة المكملة إلى النيكلوتيدات الموجودة على الشريط الأصلي لابد أن يوضع عبارة عن نيكلوتيدة مفردة اللي يبتدي بعدين فيما بعد تكون بقية النيكلوتيدات المكونة إلى الشريط الجديد، فسمينا بالآر إن إيه البادئ أو بادئ الآر إن إيه. فبالتالي راح تكون الإجابة معناته بادئ الآر إن إيه وليست وحدة النيكلوتيدة ولا الآر إن إيه الناقل أو الرسول. أيضا لو تابعنا السؤال الثاني، أي العبارات الآتية صحيحة بالنسبة لاستطالة الشريط الثانوي؟ لا يحتاج إلى شريط قالب، ينتج قطع أوكوزاكي، يتطلب عمل إنزيم الربط الـ RNA، أيضا يتم إضافة نيكلوتيدات بصورة متواصلة على النهاية. لو فكرنا نشوف هل هو ما يحتاج إلى شريط قالب
أجل كيف راح يبني اللي هي النيكلوتيدات أو القواعد النيتروجينية المكملة؟ فإذا يحتاج إلى قالب. هل بيكون في الشريط الثانوي؟ هل بيحتاج إلى بينتج عفواً قطع أوكوزاكي؟ هل بيتطلب عمل إنزيم الربط الـ RNA؟ لو لاحظنا أعزائي الطلبة، إحنا ما ذكرنا إن راح يكون في هناك إنزيم سميناه بإنزيم ربط الـ RNA، وإنما سمينا الإنزيم إنزيم ربط DNA، إذا تتذكرون أعزائي الطلبة. هل بيتم إضافة نيكلوتيدات بصورة متواصلة على النهاية مالت الـ 3 برايم؟ طبعاً هني إذا بيعتمد على اتجاه الشريط مال الـ DNA، فبالتالي راح تكون عندنا الإجابة إنه بينتج قطع أوكوزاكي. انتهينا من درسنا اليوم، أتمنى إن شاء الله استمتعتم ويانا، وأشكر حسن متابعتكم، وألتقي وياكم مع آخر موضوع في مقررنا حياة 318. شكرا إليكم وألتقي مرة أخرى.